أهلا بكم في المحاضرة الثانية لمادة Educational and Cultural Programs. بنقول What are the characteristics of effective educational programs for children؟ يعني إيه هي أهم الصفات والخصائص للبرامج التعليمية المؤثرة الموجهة للأطفال؟ In general, producing quality in educational TV programming that encourages the cognitive and social development of children requires a sophisticated understanding of how children learn and how programs facilitate this learning. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بشكل عام ان احنا عشان ننتج ونطلع برنامج تعليمي كويس موجه للأطفال ده محتاج فهم معقد ومتداخل ليه ازاي او كيفية الطفل بيفكر وبيتعلم، فاحنا لازم ندرس الكيفية دي او العملية دي عشان نقدر نسهل العملية التعليمية للأطفال من خلال تلك البرامج. In general, successful learning are considered to be active learning. This active learning is referred to as metacognition, which means of how one thinks. Effective educational programs will stimulate these metacognitive skills by enabling a child to relate their previous knowledge to new information, to make deductions beyond the provided facts, and to draw conclusions based on these relationships. الكلام ده يعني ان بشكل عام لإنتاج برامج تعليمية تلفزيونية موجهة للأطفال ناجحة لازم نعتمد على ما يسمى بالتعليم التفاعلي او التعليم الفعال او الاكتف ليرنينج. ايه هو الاكتف ليرنينج؟ الاكتف ليرنينج بيلعب على المعرفة المسبقة للطفل، وبيلعب على ربط البيئة بمكوناتها. يعني انا عايز اعلم الطفل الوان، وعايز اقول له ان التفاحة دي من الفاكهة، وان التفاحة دي على الشجر اللي لونه أخضر، وده بيبقى في حديقة. فأنا ممكن أربط آيتمز معينة ريليتد ببعضها في نفس الوقت. أنا بعلم الطفل كذا حاجة مختلفة، بعلم الطفل زي ما قلنا أن التفاحة دي فاكهة ولونها أحمر مثلا، وأن الشجرة لونها أخضر اللي هي بتطرح التفاح، وأن التفاح اللي هو على الشجرة اللي لونها أخضر والتفاح اللي لونه أحمر ده بيبقى في الحديقة مثلا. وده كله بيتعلم منه الطفل في نفس الوقت بما يسمى بالأكتف ليرنينج. Factors to raise effectiveness of educational programs. إيه هي العوامل اللي من شأنها إنها بتزود أو بترفع معدلات التأثير للبرامج التعليمية التلفزيونية طبعا؟ 1. Use of appealing elements. Appeal may not be an educational factor in itself, but if children don't enjoy a television series, they simply won't watch it. So we have to use appeals like humor, telling stories, and using music. لازم أستخدم في البرامج التعليمية الموجهة للأطفال ما يسمى بعناصر الجذب. لازم يكون عندي عناصر جذب. فبيقول لك انها مش شرط تكون في حد ذاتها ان دي يعني فيها جزء من التعليم، لا، لكن ان اقدر بيها اكثر الملل للطفل وما خلوش يزهق ويتابع العمليه التعليميه المقدمه من خلال تلك البرامج. ازاي؟ ايه هي عناصر الجذب؟ ان انا مثلا اهزر في النص، نحكي قصه بسرعه كده، نستخدم موسيقى او مؤثرات صوتيه وبصريه. 2. The content must be age appropriate and use a clear language and direct handling of the educational content. يعني ايه؟ لازم يكون المحتوى يتناسب سنيا او عمريا مع الطفل اللي انت بتقدم له. يعني ما ينفعش اقدم لطفل في تانية ابتدائي نفس المحتوى اللي هقدمه الطفل في اولى حضانة، ده استيعابه بقى اكبر من ده، وده بقى تفكيره اعقد او ناضج عن ده شوية. فلازم يكون الكونتنت متناسب مع السن. طيب طبعا لازم استخدم او ما استخدمش بمعنى اصح عبارات معقدة او جمل، ما ينفعش اقول له ديمقراطية مش هيفهم لسه الاصطلاحات دي او المصطلحات دي مش هيفهمها. To focus on a small and specified number of ideas in the episode. في الحلقة الواحدة اللي انت من خلالها بتقدم برنامج تعليم مقدم للاطفال، اشتغل او قدم جزء يسير او جزء معقول من عدد من الافكار اللي انت عايز تقدمها او عايز تعلمها للطفل. بلاش تدخله ايه
حاجات كتيرة مرة واحدة هتلاقيه وما استعبش منك ولا حاجة. Use of visual action اللي هي الإفكتس، استخدم إفكت، استخدم مؤثرات بصرية، مؤثرات صوتية، ده من شأنه بيعمل إيه؟ زي الجرافيكس الثري دي والتو دي و فده من شأنه بيعمل زي ما قلنا بيكسر الملل وبيسهل على الطفل إنه يتعلم بسرعة. وأقرب مثال في الموضوع ده، أنت لو مثلا فتحت قنوات الأطفال اللي هي على اليوتيوب مثلا هتلاقي يقولك إيه بي سي دي بيغني، وما تلاقي الإيه مثلا جرافيكس كده وبتمشي وبتطلع وتنور، ده كله إيه؟ إفكتات. خمسة الريبيتيشن. الريبيتيشن اللي هو إيه؟ الإعادة، وفي الإعادة الإفادة. بيقول لك إن الريبيتيشن is considered one of the key elements to transfer ideas and information، هي عنصر رئيسي لإيصال الأفكار والمعلومات بفعالية. ستة also researchers found that the multiple viewing of an episode with an educational content bolsters the process of learning. يعني إيه الكلام ده بقى؟ بيقول لك وجد الباحثون أن ما يسمى بالمشاهدة المتعددة للحلقة الواحدة في البرامج التعليمية الموجهة للأطفال من شأنها إنها بتعمل على زيادة فعالية التعليم. يعني إيه؟ يعني في طفلين قاعدين أو أربع أطفال مثلا بيتفرجوا على كرتون مثلا، أو كرتون تعليمي طبعا، محتوى تعليمي حتى لو كرتون، طفل فاهم وطفل مش فاهم قوي، فيحصل بينهم تواصل، فالطفل الفاهم يشرح بشكل سريع ومختصر جدا وبطريقته كطفل للطفل اللي زيه فيفهمه الحتة اللي الطفل التاني ما كانش فاهمها. Studies also indicate that children may attend more and more from characters who are like them or are familiar to them. كمان نقطة ان الطفل بيبقى منجذب نحو شخصية معينة سواء خيالية او حقيقية بيحب قوي يقتدي بيها في كل افعالها، فانت لما تحط له الشخصيه دي الطفل ايه هيتعلم اسرع. ليه؟ لانه شايف الشخصيه دي قدوه ليه وبيحترمها وبيحبها. Presenting characters who speak directly to the child at home might facilitate the motivation of learning. مش بس كده، انت ممكن تكلم الطفل عن طريق الشاشه، طبعا انت مش شايف الطفل ولا الطفل سامعك، يعني مفيش بينكوا قصدي تو واي كوميونيكيشن، انت مش بتكلم هو بيرد عليك، لكن انت ممكن تدعي ده. يعني ايه؟ ها قط عينيه بالانجليش يا ولاد وتسكت شوية، فالطفل يقول لك كات، طبعا مش هتسمع رد فعله خالص والبرنامج ده هيبقى تسجيل مش هوا وإلى ما آخره، لكن الطفل بيحس ان انت ايه بتسأله فهيرد عليك. ده برضو في نوع من التسهيل للطفل ان يتعلم بشكل فعال وأسرع. Also a good educational program encourage children to engage actively in the content through viewer participation and direct interaction. طبعا بيبقى أفضل وأفضل لو أنت جبت عندك في البرنامج بقى ده أطفال يتعلموا دايركت، فالطفل بيحس أكن يعني في أطفال زيه بنفس العلية أو قرب عليته بيتفاعلوا، فالكل نفسي بيقولوا هم بيقولوا بالفعل. ومثلا يعني مثال عن نوعية البرامج التعليمية عالم سمسم أو سيسم ستريت اللي هي النسخة الأصلية. طيب في بعض الاقتراحات اللي من شأنها نجاح البرامج التعليمية التلفزيونية. واحد بيقول لك future clarification and explanation of the tough material. يعني ايه؟ يجب ان يعمل مقدم البرامج التعليمي او صانعه او منتجه على اللي بيسموه clarification هو ايه؟ التوضيح، تمام، والشرح والتفسير للاجزاء الصعبة في الماتيريال او في المنهج. اتنين to prolong the duration of some of the lessons which are known to be more difficult than others. مثلا بندي محاضرة حساب أو ماثماتكس، ففي جزء صعب جدا الأولاد مش هفهمه بسرعة، نعمل إيه؟ فندي وقت زيادة بدل حلقة خليها حلقتين عشان الطفل يعرف يستوعب كويس. تلاتة provide extra exercises and examples especially in the math lessons. زي ما قلنا هو مادام انت ديت وقت زيادة يبقى تدي له إيه؟ exercises زيادة. أربعة the presenter of the educational program might give a hint about the next lesson. يعني hint ملاحظة يشوقه يقول له إن شاء الله المرة الجاية هنكمل الدرس ده في مثلا multiplying جدول الضرب مثلا يعني say. فلازم يبقى فيه نوع من الملاحظة أو الهنت اللي لازم مقدم البرنامج يحطها. The presenter can host guests of the students in studio and make them participate in explanation. ان برضو زي ما قلنا قبل كده ممكن مقدم البرنامج التعليمي ده يجيب بعض الطلاب او بعض الاطفال معاه في الايه في الاستوديو كنوع ان الطفل لو عايز يسأل سؤال فالطفل بيتفرج عليه هيبقى نفس العقلية زي ما قلنا يعني فيها قرب شوية في التفكير.
ستة, the theoretical explanation should be related to the practical part of the topic. يعني الجانب النظري لازم يكون متوافق مع الجانب العملي. حضرتك في اعلام مثال يعني, فلازم انت مدام قسم اذاعه تلفزيون يبقى انت هنشتغل على ايه, احجام الكادرات والزوايا التصوير و و و وحركات كاميرا وكده, لكن ما ادكش حاجات تانية خالص خاصه بصحافه وعلاقات, لان كده جانب العملي مختلف نوعا ما مع الجانب النظري اللي انت درسته بالفعل. سبعة, the presenter should provide questions to the material presented and answer them in the same program. ودي مشكلة يعني, في بعض مقدم برامج يسأل أسئلة كتيرة جدا ما بالتشويق ماشي وبدأت الحلقة وينسى يجاوب على بعض الأسئلة اللي سألها مش كلها. طيب, translation should be provided to difficult foreign terminology. في بعض المصطلحات زي ما اتفقنا, الديمقراطية يعني ايه, في يعني مصطلحات كتير جدا ما ينفعش المصطلحات دي تتقال كده وما تتفسرش. لازم اي مصطلح يتقال حتى لو مقدم البرنامج قالك اكتر من مره, لازم كل مره بيقولها لازم يفهمه ويفسر. It's better not to change the teacher in an educational program but to stick to one good teacher. انت ربنا رزقك بمدرس او دكتور بيعرف يتكلم ويشرح كويس وعمل علاقة جيدة في الشرح والفهم والتفسير للشباب او الاطفال, وخلاص بدأوا يتقبلوا منه المادة بشكل سلس, ما تغيروش بقى, لان كده انت هترجع ايه لنقطة صفر, هتضطر تدور على عنصر تاني يكمل العناصر اللي وقعت منك. Lessons should be presented in an interesting manner. طبعا بيقولك ان يجب على جميع الدروس التعليمية المقدمة ان تقدم بشكل ايه interesting, بشكل حلو, بشكل مفهوش مل, بشكل مفهوش رتابة. طيب, ده جزئية. الجزء التاني بنقول advantages of TV educational programs, ما هي مميزات البرامج التعليمية التلفزيونية. بيقولك فيه العديد من المميزات أو الخصائص للبرامج التعليمية التلفزيونية, منها ما يسمى بالease of communication. يعني ease of communication, through TV it's possible to communicate knowledge and send information quickly to large group of people situated in different parts throughout the country or in small geographical area. Throughout TV thousands of students can be brought into contact with teachers. سهولة التواصل أو ease of communication يعني أنت ممكن تقدم برامج تعليمي ويوصل لعدد كبير آلاف من الطلبة في مناطق متفرقة حول العالم أو في نفس الدولة, مش شرط في مكان معين. يعني أنت مثلا تطلع من استوديو في القاهرة يوصل اللي في أسوان, تمام. فده اسمه الإيز أوف كوميونيكيشن, دي أول ميزة. تاني ميزة السنس أوف رياليتي, اللي هو الإيه الإحساس بالواقعية. بيقولك educational TV programs may use in their subject matters real people in their fields in a way that is beyond the capacity of the classroom teachers. For example, to explain the governmental process in a program about political science, it's possible on TV to interview public figures and the officials. Here, the students has the chance to observe those officials. الكلام ده عن ايه؟ انك انت بمنتهى البساطة في برامج التعليمية مش الموضوع مش معتمد على المنهج, لان البرامج التعليميه التلفزيونيه ممكن تجيب ايه اشخاص حقيقيه تتكلم معاهم في الاستوديو ويبقى فيه ما يسمى بيقولنا ايه بالاكتف ليرنينج. تالت نقطه او تالت ميزه اللي هي الميزه بقى التقنيه او التقنيه, انك انت كل ما بتطور التلفزيون ووسائل الاعلام المرئيه, مونتاج كاميرا يعني برامج مونتاج كاميرات تصوير اضاءه الى ما اخره, كل ده بيزود طبعا اكيد الافكتات زي الجرافيكس وال3D وال2D, كل ده من شأنه انه بايه بيأثر بشكل مباشر على جودة وجمال وحيوية الصورة وبالتالي البرامج التعليمية اللي بتقدم من خلال الصورة. Televisions make it possible for the talent of best teachers to be put at the disposal of all schools and to be followed and viewed by different students. طبعا كمان من مميزات البرامج التعليمية التلفزيونية انها بتسمح انها تبرز وتعرض وتشهر زي ما بيقولوا كده المدرسين المتميزين اللي ليهم اسلوب سلس وجميل في التعليم. خامس ميزة ما يسمى بالتايملينس, يعني ايه
الآنية أو الحالية. إيه الكلام ده؟ أنت بتقدم برنامج تعليمي، فسنس أنت لو فرضا بتقدم مباشر بيوصل للطالب في ساعتها، عكس الكتاب، عكس المجلة، عكس الجرايد. ليه؟ دول كلهم محتاجين لسه يخشوا طباعة، وقبلها يتراجعوا، وبعد كده يطبعوا، وبعد كده يتنشروا، وبعد كده يوصلوا لك. لكن التلفزيون انت سجلت زاعت ساعة في ساعتها وراح، فده ما يسمى بالتايملينس او الآنية او الحالية. 6. Studies showed that educational programs aimed at preschoolers promote their academic skills, school readiness and linguistic development, since they can learn words and their meanings from educational programs. بيقول لك ان البرامج التعليمية التلفزيونية اظهرت الابحاث والدراسات انها بتعمل على تطوير ما يسمى باللينجويستيك ديفلوبمنت، الايه بيسموه المصطلحات اللغوية او التطور اللغوي، مش اللغوي، اللغوي، والمهارات الاكاديمية للاطفال اللي هم في سن الدراسة او ما قبل الدراسة على طول. تمام. 7. Series that include characters who talk to the audience encourage participation and invite viewers to respond. بيقول لك ان المسلسلات او السلاسل التعليمية بمعنى صح المقدمة من خلال بعض الشخصيات اللي زي ما اتفقنا بتعمل نفسها بتتكلم الجمهور، ده زي ما قلنا ايه بتشجع على المشاركة، ان بتخلي المشاهد اللي بيتفرج ما يبقاش سلبي، لا بيكنه بيشارك بالإجابة أو بيشارك في العملية التعليمية. طيب زي ما قلنا في مميزات أكيد في عيوب. أول عيب أو limitations هما 5 عموما. أول واحد lack of reciprocal and mutual relationship. The largest shortcoming of the educational use of TV is the lack of reciprocal relationship between the teacher and students. يعني بمعنى أصح إن مفيش علاقة بين التيتشر أو المدرس وبين الطالب، يعني إيه العلاقة؟ في اتجاه واحد، أنا بديك الماتيريال وإنت تفهمها أو متفهمهاش، مش هيوصل لي فيدباك منك. فدي أول مشكلة في البرامج التعليمية التلفزيونية. طب إيه حلها؟ قالك حلها إن إحنا بنجيب بعض الطلاب في البرامج التعليمي يسألوا بعض أسئلة بتبقى expected أو غالبا في توقع أن ممكن طفل في السن ده يسألها، ويتم الإجابة عنها من خلال البرنامج أو التيتشر، يعني معنى أصح. فدي الحل الوحيد اللي إيه ممكن نحل بيه المشكلة دي أو العيب ده أو الليميتيشن ده. 2. Lack of harmony. Instructions via TV content with the problem of a single fixed presentation for an audience that in many ways heterogeneous in interests, knowledge and learning capacities. يعني ايه الكلام ده؟ بيقولك ان للأسف التلفزيون لما بيقدم برنامج تعليمي فانت مش بتخاطب عقلية واحدة، ومش بتخاطب ثقافة واحدة، ومش بتخاطب نضج فكري واحد ولا مستوى ذكاء واحد، فانت بتتعامل ان الشخص المدرس بيخاطب على قدر علمه وذكائه اللي متوقعه من شخص واحد مش من عدة أشخاص، فهتلاقي عدد فهم وعدد ما فهمش الرسالة الإعلامية أو التعليمية بمعنى أصح. تالت عيب أو limitation lack of regularity and system، يعني مفيش نوع من نظام أو التنظيم. يعني إيه بقى؟ instruction and educational process in order to be successful must depend on an organized presentation of subject matter in a systematic way. لازم تقدم البرنامج التعليمي او المحتوى بتاعك بشكل منظم ومرتب. تمام. The transmission of information on an irregular basis and in a random way rarely lead to genuine education. لكن للاسف في بعض البرامج التعليميه في بلدنا وفي معظم الدول العربيه الصراحه، ان البرنامج التعليمي المدرس هو اللي بيدي التنظيم ده من وحي شخصيته، يعني مش بيبقى واضح هنمشي امتى وهنخلص امتى والحلقة دي يبقى فيها ايه. لذلك هبقول ادي كل حلقة هنت على اللي جاي عشان الطفل ما يتوهش او المستمع منك اللي بتعلم منك في البرامج التعليمية ما يتوهش. رابع limitation الphysical senses utilized. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان في
مميزات للتلفزيون بشكل عام، ففي عيوب لبعض الوسائل الإعلامية الأخرى مثلا زي الراديو. الراديو يعتمد على السمع بس، حاسة السمع، فأكيد الراديو مش زي التلفزيون، لأن التلفزيون بيعتمد على الحاستين، السمع والبصر. فأنت أكيد لما توصل للي بيتعلم منك عن طريق التلفزيون، عن طريق يعني الماتيريال، عن طريق السمع والبصر، فبيبقى أفضل من السمع فقط. خامس عيب: The lesson timings are inflexible and sometimes inconvenient. بعض البرامج التعليمية بتقدم مثلا الساعة 10 بالليل أو الساعة 5 الفجر أو 5 الصبح يعني، فمش كل الطلبة هيبقى عندهم وقت أو عندهم طاقة سواء كده أو كده إنهم إيه يتابعوا البرنامج ده أو يتعلموه. شكرا، ونتقابل المحاضرة الجاية إن شاء الله.